اليوم كنا في واحد الورشة تشاورية وتشاركية من أجل إعطاء الانطلاقة الرسمية لإعداد برنامج العمل الخاص بجامعة أيت وابلي، طبعا بالمواكبة ديال مكتب دراسات سي سي أدي اللي كنشكروه بالمناسبة، وكنشكروا الممثلين ديالو اللي شاركوا في هذه الورشة هذه. وبالمناسبة كذلك أود أن أشكر كل الفعاليات اللي حضرات واستجبت الدعوة ديالنا للحضور في هذه الورشة هذه، بدءا بالمستشارين أو أعضاء المجلس الجامعي، كذلك ممثلي هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، إلى جانب كل فعاليات المجتمع المدني ونواب أراضي الجموع اللي شاركونا تاهما في هذه الورشة هذه، اللي الهدف ديالها هو أننا نكتفوا الجهود ديالنا جميع باش نحصلوا على واحد الوثيقة ديال برنامج العمل اللي غتكون كتستجب الحاجيات والهموم الحقيقية ديال الساكنة المحلية. بالمناسبة أيضا كنتمنى وكنلتمس من جميع المتدخلين في هذا الإطار هذا أنهم يقدموا يد المساعدة للمجلس اللي كله صدر رحب باش يتقبل المقترحات ولا الأفكار اللي غتجي من هاد المتدخلين هادو. الهدف هو أننا نخدموا جميع المصلحة العامة ديال الساكنة ديال الجامعة. بسم الله الرحمن الرحيم. خديجة النوحي، رئيسة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجامعة أيت وابلي. أولا أشكر سيد رئيس المجلس الجامعي لجامعة أيت وابلي، شرف كبير لي أن أحضر هذا اللقاء التشاوري الموسع الذي حضره مختلف الفاعلين في إطار إعداد وانطلاق برنامج عمل الجامعة. ونظرا لكون دور الهيئة يتمثل في إعداد الآراء الاستشارية للمجلس، أؤكد أن أعضاء وعضوات الهيئة مستعدين للعمل مع مكتب الدراسات سي سي أدي من أجل إخراج وثيقة برنامج عمل إلى الوجود يستجيب لتطلعات الساكنة بمختلف فئاتها وشرائحها.